الحصول على المساعدات الإنسانية أصبح بمثابة عيد لأهالي قطاع غزة، وذلك بسبب سياسة التجويع والحصار الشديد من جانب العدوان الإسرائيلي. ففرحة الحصول على تلك المساعدات باتت حلماً لمعظم أهالي القطاع المنكوب في وقتنا الحالي. وخلال الساعات الماضية تداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي فرحة طفل فلسطيني بحصوله على أحدى تلك المساعدات التي وصفها بأنها أفضل مساعدة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. لنشاهد على ماذا حصل. صور صور لما تشوفوا يا جماعة، طبعا هذا أحلى كابونة من أول الحال، شوكولاتة وأندومي وحليب وشاي وبسكوت وحلاوة، كثير فيها حاجات يا جماعة. هذه كل الحاجات حلوة، بس نقصها السكر، فيش عنا ولا نقطة سكر. صور صور لما تشوفوا يا جماعة، طبعا هذا أحلى كابونة من أول الحال، شوكولاتة وأندومي وحليب وشاي وبسكوت وحلاوة، كثير فيها حاجات يا جماعة. هذه كل الحاجات حلوة، بس نقصها. على فكرة كل هذه المنتوجات صنعت في مصر، ما يؤكد على هذا الدعم المستمر ويد العون المستمرة من الشعب المصري إلى أخواتهم في قطاع غزة.